مع وجود أدلة من القرآن الكريم على ما قرأته في كتبنا، إلا أن هناك بعض الآيات توضح أن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، وقول أن الذين يدخلون لا يخرجون، وهناك حديث من صحيح البخاري عن الشخص الذي دخل النار وخرج منها. فالرجاء توضيح هذه الأمور لكي يكون على بصيرة من هذا الأمر. هذا السؤال ذو شقين، الشق الأول يتعلق بغفران الخطايا ما عدا الشرك، والشق الثاني يتعلق بالخروج من النار. وأريد أن أفيد السائل وغيره بأن القرآن الكريم ينص في آيات كثيرة أن كل من عمل صالحا جزي بما عمل، ومن عمل سيئا جزي بما عمل. وقد حذر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة من الاغترار بالأماني، وقد قال عز من قائل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وفي ذكر أماني أهل الكتاب مع أماني هذه الأمة إشارة إلى أن بعض أفراد هذه الأمة سوف يقترون كما اقتر أهل الكتاب، وسوف يتعلقون بالأماني راجين من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ذنوبهم بمجرد انتمائهم إلى هذا الدين الحنيف وتصديقهم بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي ذكر أماني أهل الكتاب مع أماني هذه الأمة تحذير لهذه الأمة عن مسلك أهل الكتاب، ليأخذ كل أحد حذره وليعمل جهده في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا وقد جاءت آيات كثيرة يؤيد ما فيها ما جاءت به هذه الآية من أن كل أحد سوف يجازى بعمله، من ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة النمل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقوله سبحانه في سورة القصص: من جاء بالسيئة فله خير منها ومن جاء من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وهذه نصوص صريحة لا تقبل الجدل أن الله سبحانه وتعالى يجزي كل أحد بعمله خيرا كان أو شرا. وقد بين سبحانه وتعالى أنه يغفر ذنوب التائبين لا ذنوب المصرين، وقد قال عز من قائل في سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وبين سبحانه وتعالى أنه يغفر سيئات الذين يجتنبون الكبائر، أي يغفر صغائرهم دون كبائرهم، ولا تغفر الصغيرة إلا مع اجتناب جميع الكبائر وشريطة عدم الإصرار عليها. يقول سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. وإذا أدرك الإنسان ذلك فهم معنى قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء إما بالتوبة والإقلاع عن الكبائر والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وإما باجتناب الكبائر مع صدور بعض الصغائر من غير قصد الإصرار عليها ومن غير الاستمرار على ارتكابها. هذا هو المقصود بقوله سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد بين سبحانه في الآيات الأخرى: من يشاء لهم المغفرة وهم الذين يجتنبون الكبائر ولا يصرون على الصغائر.
وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. وكما أنه سبحانه وتعالى حذر من أماني الغفران وبين أن كل أحد سوف يجزى بما كسب، حذر أيضا سبحانه وتعالى من أماني الشفاعة، وقد وجه هذا التحذير إلى هذه الأمة، وقد قال مخاطبا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال سبحانه مخاطبا بني إسرائيل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. وفي هذا أيضا تحذير لهذه الأمة ولغيرها من التعلق بأماني الشفاعات، وأن الإنسان سوف يشفع له النبيون يوم القيامة وسوف يتخلص من العقاب. وقد بين سبحانه الذين يستحقون شفاعة النبيين وغيرهم في قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة تحق للربي دون غيره، وإن كان الربي يستحق دخول الجنة فقد تكون أيضا الشفاعة من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى دخول الجنة، وقد يتوب التائب من معصيته ويجعل الرب سبحانه وتعالى للشفاعة نصيبا في قبول توبته. أما المصرون على الكبائر فلا شفاعة لهم لهذه النصوص القاطعة.